هنا ختام الموجز. صحيح أنها أول زيارة لمسؤول أمريكي منذ تشكيل حكومة الحريري، ولكنها تأتي أيضا بعد عقد قمة وارسو ضد إيران وأحياء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من بيروت الذكرى 40 لثورة الخميني. ولم يوفر المساعد الأول لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد من بيروت إطلاق الرسائل للأصدقاء والأعداء معا كحزب الله غامزا في قناة المسؤولين، عندما قال إن خيارات لبنان يجب أن تكون وطنية، مقررا بأن لبنان عانى من خيارات الآخرين على أراضيه. ما المطلوب أمريكيا من لبنان الذي يشارك حزب الله الموالي لإيران في الحياة السياسية، مع العلم أن محطة ساترفيلد في بيروت ستمهد لزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى لبنان بعد 10 أيام؟ هذه العناوين وغيرها نبحثها مع ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي سعد كيوانا. أستاذ سعد صباح الخير. صباح النور، أهلا بكم في تلفزيون العربي. الله يعافيك أستاذ سعد. نبدأ من محطة ساترفيلد، جولته على عدة قيادات، عدة مسؤولين اخترتهم الإدارة الأمريكية يوم أمس ببيروت. ما الرسائل التي حملها ساترفيلد إلى لبنان، مع العلم أنه ديفيد ساترفيلد يعتز الإشارة أنه شغل منصب السفير الأمريكي ببيروت سابقا من عام 98 إلى عام 2001 ويعرف دهاليز السياسة اللبنانية؟ صحيح، يعني طبعا مش صدفه انه يعني ساترفيلد يولج، وهذه ليست المره الاولى يولج في مهمات تتعلق بلبنان بالنسبه للاداره الامريكيه. هو كان عمليا قام في السنه الماضيه وقبلها بدور سميه تقني، يعني بين مزدوجين، في قضيه الحدود والبحريه والنفط والغاز وتنقيب والاشكال والتجاذب بين لبنان وسوء اسرائيل على مربعات البلوك التاسع، البلوكات النفط وغيره. لذلك اذا ساترفيلد طبعا هل ان هذه المهمه هي اكثر سياسيه واضح بشكل واضح، وهي طبعا كان يعني هي ملتقاه مع القيادات التي التقاها، بداها بوزراء القوات. صحيح، ساترفيلد الفريق السياسي الموالي لواشنطن. ساترفيلد واضح انه في هناك من خلال رساله واضحه، اولا في الشكل، يعني في رسالة أنه يعني رسالة سياسية قوية، أنه هذه أولا نحن قادم في مهمة واضحة محددة. اثنين، يعني هذه المهمة هي إعادة استنهاض إذا شئت يعني الواقع اللي كان في السنوات الماضية، وبالتالي طبعا التقى في وزراء القوات وبعدها يعني رئيس الكتائب ووليد جنبلاط، يعني وكأنه يؤشر إلى إعادة يعني بشكل أو بآخر تجميع أو أنه تنسيق ما بين قوى السابقة ل 14 أذار. ثانيا، اللافت أيضا أنه طبعا التقى أيضا رئيس الحكومة سعد الحريري، واللي هو كمان جزء كان هذا من هذا دون زيارة بعد للقاء الرئيس بيقولوا. واللافت كان أنه لم يزل القصر الجمهوري. يعني سئل عن الأمر قال أنه يعني ما في ضرورة، أنا يعني مهمتي واضحة وبالتالي لا تحتاج إلى لقاء رئيس الجمهورية. يعني هذه رسالة أيضا أخرى برأيي، رسالة للقول أنه يعني نحن لسنا يعني راضين جدا عن هذا يعني هذا الأداء. بالتالي هذا في يعني في رسائل الشكل وال يعني وال وال والمضمون. المضمون الأهم طبعا انه حامل هذا المفرد الامريكي، حامل يعني ما بعد انتخاب، يعني يقول نحن عدنا، اتى هيل قبل انتخاب تشكيل الحكومه، وكان يعني الاعاز او التوجيه الامريكي انه وزير الخارجيه الاسبق ديفيد ساترفيلد، وكان وقت الخلاف الكبير حول البلاق التاسع المتنازع عليه بين لبنان واسرائيل. ويوم قال وزير الخارجيه الامريكي ديفيد ساترفيلد عبارته الشهيره من الاردن انه حزب الله هو جزء من العمليه السياسيه ببيروت. يعني اليوم خلينا نقول انه في اداره هذه الاداره الامريكيه وفي هذا النهج اللي ماشي فيه يعني ترامب، وخاصه في يعني السنه الاخيره من بعد ما تم يعني الخروج يعني الامريكي من اتفاق النووي، تغيرت يعني كثير المعطيات. يعني الترند رايح باتجاه واضح محدد، انطلاقا ليس فقط يعني لبنان هو جزء من هذا التوجه الامريكي، الضغط ثم الضغط بشده وبقوه على ايران وبالتالي ايضا حزب الله. ولكن استاذ سعد، حزب الله اليوم يشارك بالعمليه السياسيه، ربما هذا هي المغير الذي يختلف عن باقي الدول الاقليميه التي تلعب بهم ايران دورا على غرار العراق مثلا. طبعا هلا واضح انه هيدي يعني بالنسبه لهم مشكله كبرى، يعني بالنسبه للولايات المتحده انه يعني كل ازرع يعني ايران في المنطقه
هي أزرع يعني إلى حد ما يعني مضبوطة يعني أو قابلة للضغط، غير فقط هو حسب الله هو الزراعة اللي أهم والأصعب وال يعني التعامل معه وكيفية التعاطي معه، لأنه بنفس الوقت هي الإشكالية مثل ما عم بتقول حضرتك، الإشكالية إنه هذا تنظيم ميليشيا مسلحة لها يعني امتداداتها في سوريا والعراق وفي اليمن وإلى آخره، وبنفس الوقت هي جزء من تركيبة السلطة في لبنان. إذا طبعا موضوع جدا حساس جدا معقد ليس بالسهل. هلا يعني الولايات المتحدة في هذا الجانب كمان هي يعني ماذا تعتبر؟ تعتبر أنه يعني ماذا فقط ماذا عندما نقرر أنه يجب أن تمشي الأمور بهذه الطريقة تمشي، يعني ليست بهذه السهولة، الأمور ليست بهذه الطريقة وليست بهذه السهولة. هن يبر ربما كان التوجه الأمريكي أنه أن يبقى لبنان بلا حكومة، يعني حكومة تصير أعمال بزيارة هيل الماضي على أساس تحاشي يعني تفادي أنه عودة حزب الله إلى الحكومة بهذه الطريقة. الآن بما أنه يعني تشكلت هذه الحكومة بهذه الطريقة، وبالتالي واضح أنه بالمنظار المراقب الخارجي أنه ما زال قوى طابش مايل لصالح يعني حزب الله وحلفائه، إذن هون يعني تتحرك يعني الولايات المتحدة بشكل يعني أقوى، وبالتالي بدأت هذه المهمة من جديد للقول أنه نحن يعني هذا التمادي يعني لن نقبل به، لأنه على اللبنانيين مثلا هذه اللافت الكلام أنه اللبنانيين يقرروا هم خياراتهم مزايا داخلية ولا أن يقبلوا خيارات من الخارج. أستاذ سعد، يعني بأي ملف بأي موضوع التمسنا أن اليوم الإدارة الأمريكية منزعجة من مشاركة حزب الله بحكومة سعد الحريري؟ الانزعاج طبعا واضح وأكيد وما يعني ما في خلاف عليه، ولكن المشكل ليس هو في الانزعاج. الانزعاج يعني طبعا تعبير ممكن واحد شعور ممكن يعني يعبر عنه بسهولة، ولكن يعني ما العمل بالنسبة للولايات المتحدة؟ كيف يمكن التعاطي مع هذا الانزعاج؟ ما هي الضعفات؟ كيف ستتعاطى الإدارة الأمريكية بهذا السياق أستاذ؟ كيف ستتعاطى؟ كيف ستتعاطى يعني الإدارة الأمريكية مع هذا المشكل؟ وصل إلى بيروت وبجعبته هذه الإشكالية هذا هو السؤال، يعني هذا هو التحدي، أنه الولايات المتحدة ماذا تريد؟ يعني إذا كان هذا الانزعاج واضح طبعا بطبيعة الحال، وليس فقط هي الولايات المتحدة منزعجة، كمان في كثير نحن في لبنان منزعجين وفي المنطقة منزعجين، ولكن يعني ما هو شو هي البدائل؟ شو بيطرح شو حتطرح الإدارة الأمريكية أمام هذا الانزعاج في لبنان وفي المنطقة؟ وإلى أي مدى تجاوب المسؤولين اللبنانيين اليوم؟ هنا المشكلة هي يعني طبيعة الحال ليست هي بتقديري ما في خيارات أخرى غير يعني أكثر من العقوبات وتشديد العقوبات والضغط يعني من خلال على إيران وعلى حزب الله. هناك أساليب كثيرة في الضغط، اقتصادي سياسي أمني لوجستي إلى آخره، يعني مصارف أموال، كل هذه الضغوط مضايقات، يعني أكثر من ذلك أنا لا أعتقد بإمكان أنه أن تفعل الولايات المتحدة. يعني ليس بالوارد يعني أي مواجهة أو أي يعني تطور يعني أمني أو عسكري، يعني لا أعتقد ذلك، ولكن أعتقد أنه هي الهدف هو المحاصرة، وبالتالي بدأ يبين مفاعيل هذه المحاصرة بدأت تبين سواء على إيران أو حتى على حزب الله نفسه. حزب الله بلا يتململ، يعني في هناك تعبيرات أكثر من ما في ما أكثر مناسبة حتى من أمين عام حزب الله أنه نحن وتجدر الإشارة أنه في خطاب لأمين عام حزب الله يوم الجمعة قد يتطرق فيه إلى هذه المستجدات. أكيد، لأنه هذا جاي عم بيقول أنه أنتوا يعني لا تخضعوا لحزب الله ولا تخضعوا لقراراته، أكيد حيرد يمكن بيرد عليه. أستاذ سعد، ولكن اليوم زيارة ساترفيلد تأتي أيضا وسط تطورات إقليمية بعد قمة وارسو ضد إيران، العلاقة مع سوريا، العلاقات الشائكة بين لبنان وسوريا، وتطورات مع إسرائيل حول الأبار النفطية بالمياه الإقليمية بين الجانبين، وخاصة أنه ساترفيلد كان قائد وساطة غير مباشرة بين الطرفين بين إسرائيل ولبنان. هل من جديد؟ هل يحمل جديدة؟ أصلا أنه اسمع مقاطعتكم أستاذ سعد، وزير الخارجية مايك بومبيو عندما يزور لبنان سينتقل إلى إسرائيل وثم الكويت، يعني ستكون ضمن جولة، يعني واضح أنه في هناك تصعيد، خلينا نقول واضح في هناك تصعيد أمريكي بالتحرك وبالخطوات، في هناك تصعيد. يعني هذه اللي أول مرة سيزور بومبيو لبنان كوزير خارجية، يمكن الزيارة الأخيرة يمكن مع جون كيري من 4-5 سنوات،
بومبيو سيزيرو لبنان لأول مرة، وبالتالي هذا يعني شيء، يعني شيء كثيرة، ليس يعني كان وانا بيبعثوا مراسلين، هذا ساترفيلد قبله هيل وإلى آخره، وطبعا مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات وإلى آخره، يعني في هناك بيجوا زوار، ولكن اليوم يأتي وزير الخارجية، إذن في هناك تصعيد واضح وتشديد رسائل واضحة. يعني اللوحة أمامنا، خلينا نقول هذا هم اللوحة أمامنا هي لوحة تضييق. بس الضغوط، أنتم تعتبرون الضغوط سيكون لها اليوم مردود، أنه حزب الله اليوم يسيطر على البرلمان بطريقة أو بأخرى، حزب الله وحلفائه اليوم لديهم الأغلبية، هو لذلك وبالحكومة أيضا مع حقيقة لهذه الأسباب أنا أعتقد لهذه الأسباب أنه سيزداد الضغط على لبنان من خلال هذا الكونتكست، هذا الإطار الخسار الإقليمي اللي عم يتواطد بلور أكثر. الضغط هو في كل على كل المستويات، ليس فقط هون في الداخل، هناك ضغط في سوريا، الوضع في سوريا في شلل كامل، في هناك يعني الكل عاجز عن إيجاد أي حل يعني غير ما عند بانتظار موقف الأمريكي، يعني الروسي من شلل مش عارف يعني موقف، التركي ضائع، يعني الإيراني محتار حاسس حاله نفسه وين كذا كم ماشي، هذا في العراق بعض الأمور يعني كمان معلقة، والوزارات في ضغط الأمنية بعد لم ترى الوزارات لم تنتهي، في هناك ضغط أمريكي واضح يعني في العراق، وبالتالي إيران غير قادرة على أنه يعني تترجم يعني دورها يعني في يعني نفوذها في العراق، وفي هناك ضغط على إيران مباشر، وبالتالي العقوبات بدأت تفل، في هناك انتهاء بالمناسبة، انتبه في هناك انتهاء لهذه فترة السماح اللي ضمن العقوبات الأمريكية لبعض الدول لاستيراد النفط، بالتالي النفط الإيراني سيتحول بعد شهرين إلى ما دون المليون برميل في النهار، من 4 ملايين برميل، يعني بتيزة في هناك ضغط قوي، كماشة اقتصادية فظيعة، بالتالي عم يقول للبنان أنه أنت ضمن هذه المنظومة، ما تفتكر أنه أنتوا يعني حتكونوا مرتاحين، يعني لأنه المعركة برأي الأمريكان بالنسبة للولايات المتحدة هي واحدة، الضغط هو واحد وعم بيتمحور في كل المنطقة، بالتالي وكأنه هذا بومب يعني هذا ترامب تحول إلى يعني ساحر في السياسة الدولية، يعني هاي المنطقة كلها اليوم واقفة على رقعة قدامه على شطرنج، وعم بيحرك بكل هيدي الأحجار من 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 منطقة من دولة لدولة على مستوى كل الإقليم، مع بالوقت اللي كان ترامب كان يعني طبعا عنده شطحات بالسياسي يعني غريبه ويعني هوس والخريج ساعه كامل يعني اعلان صفقه القرمه يحكى عن توطين اللاجئين الفلسطينيين بالدول التي يتواجدون فيها. هلا هذا يبدو انه كمان جزء من هي، بس انا بتقديري هي جزء ايضا من كل السياسه العامه بالمنطقه الامريكيه، اكيد في هناك ضغط بهذا المكان الاخر، بس انا بعتقد هذه عمليه جدا صعبه ومعقده يعني يمكن ضغط على إيران وضبطها يعني في أماكن نفوذها وامتداداتها أسهل من أنك تمر صفقة القرن، لأن صفقة القرن أمر يتعلق بقضية هي أساسية، قضية فلسطينية مش ممكن يتم يعني الدوس عليها والمرور الكرام، لأنه حتى على المستوى العربي بتخلق تناقضات فظيعة، يعني على الأقل بالشكل بيتغطوا فيها العرب بيضلوا يقولوا فلسطين وقضية فلسطين. أستاذ سعد كيوان الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام الفقرة السياسية، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، لقاء يتجدد يوم